سلام، كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كيف كتشوفوا اليوم غادي نحضر معكم هاد القرص او القراشل او الخبيزات، اسميهم كيف ما بغيتوا لانهم متعددين الاستعمالات. تعملوهم الكوتي كساندويتشات، يعني لجات عندكم كانت عندكم واحد العراضه تقدروا تعمروهم وتعملوهم صغر من هكا وتعملوهم في البلاطو ديال التقديم، كيجيو فعلا رائعين. شوفوا كيفاش كيجيو هاد القريصات، هادو مخدومين فقط بالدقيق الكامل اللي هو الزرع بالنخاله ديالو. صدقوني الا قلت لكم راه كيجيو خفاف وكيجيو لذاذ وكيجيو فعلا ساهلين في الخدمه ديالهم، ما تحتاجوا فيهم لا عجانه لا حتى شي حاجه، غتخدموهم فقط باليد ديالكم. وكيف كتشوفوا راه تيجيو مهوين وكيجيو رائعين. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، ولا عجبكم فيديو تبارطاجيو مع الاهل والاحباب، هكذا باش كتعمل فائده للجميع. ودابا ان شاء الله نمروا باش نشوفوا المكونات والطريقه ديال عمل هاد، كيف قلت لكم هاد الخبيزات اللي يكونوا اكيدين انكم ملي غتعملوهم المره الاولى ما تبقاوش تستغناو عليهم، يعني تحضروهم وتوضعوهم في واحد العلب يكونوا من الزجاج من الاحسن، وتخليهم هكذا غوتي الوليدات اليومي او لا كيف قلت لكم ساندويتش، علاش لا. نمروا الان للوصفه، وبسم الله على بركه الله غادي ناخذ واحد الاناء، ناخذ الزرارع اللي بغيتو نتوما واللي كيحبوا الاطفال ديالكم. ندير النافع والزنجلان كيف كتشوفوا، ملعقه صغيره ديال الملح، جوج معالق كبار ديال السكر، غنضيف دابا كاس ديال الماء دافي وكاس ديال الحليب حتى هو دافي. هاد العناصر يكونوا دافيين بجوج باش هكا يذوبوا لنا الخميره والسكر والملحه ويخمر معنا بسرعه هاد الكروس. هنا غادي نضيف البيض ديال البيضه اللي احتفظت بالاصفر اللي غندهن به الوجه ديال البيض باش ما يضيعش لينا البيض، كنضيفوه مع العجين في الاول. وغادي نضيف واحد الخميره كيف كتشوفوا، الخميره فوريه ملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غنخلطوا هاد العناصر مزيان وغادي نمروا باش نكملوا هاد الكرص ان شاء الله. واكيد لو وصلتوا حتى لهنا في الفيديو ما تنساوش توضعوا لايك للفيديو لانكم كتفرجوا وكتنساو تعملوا لي لايكات هكذا باش القناه ديالنا كتكبر وكتزيد تنتشر ان شاء الله. كيف كتشوفوا هنا عندي 250 غرام ديال الدقيق الكامل اللي بالنخاله ديالو، هذا الطحين يعني الزرع بالنخاله ديالو. غادي نضيف الكميه الاولى، انا غادي نستعملوا تقريبا 500 غرام. كيف شفتوا غادي نبدا ندخل هذه الكميه ديال الدقيق غير بشويه بشويه، انا عبرت معكم بالزلافه باش تجيكم سهله. هي تقريبا 250 غرام ديال الدقيق اللي غندخل في الاول، نحاول نخلط كلشي الدقيق مع السوائل. وكيف شفتوا راني استعملت غير فويده، ما نستعملوا يدينا في المرحله الاولى لان هادشي هنا ما غادي يحتاج لا دليك لا والو، ها هو دغيا كيتخلط صافي. وغادي نخلي هاد الشيء بعد ما خلطته مزيان غادي نغطي عليه وغادي نخليه في واحد المكان حتى يخمر ويتضاعف الحجم ديالو، عاد نرجع باش نكمل الخليط ديالنا، نكملوا يعني كميه ديال الدقيق الاخرى اللي باقا متبقيه لينا. كيف شفتوا دابا غنغطي عليه وغنتلاقاو بعد ما يخمر. ومن بعد مرور واحد الساعه تقريبا دزت نشوفوا واش خمر، لقيتو تبارك الله شوفوا لي كيفاش ولا ضعف الحجم ديالو. شوفوا لي ها نتوما خامر مزيان. دابا غادي نحرك مزيان هاد الخليط كيف كتشوفوا، ودابا غادي ندخل فيه تقريبا كيف كتشوفوا واحد جوج معالق كبار ديال الزبده الحيوانيه، من الاحسن باش تعطيكم واحد النسمه زوينه بزاف. انا هنا راه ما استعملتش فيهم الزيت نهائيا، غادي نستعملوا غير هاد الزبده. وغادي نضيف الزلافه الثانيه ديال الدقيق، هاد الكميه هادي راه فعلا غتهز لينا 500 غرام ديال الدقيق، نتوما على حسب الكاس اللي خدمتو به. انا الكاس راه شفتو كيفاش داير، انا غنخلي لكم العبارات ديالي بالضبط في صندوق الوصف بالغرام، غتلقاهم في صندوق الوصف. دابا غادي نخلط كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، ها نتوما راه ما كتحتاجوا لا عجانه لا والو لان الدقيق الكامل هو ساهل في العجينه ديالو وما تيحتاج لا دليك لا والو، خاصه ملي تقسموا الخدمه وكتخليوا الكميه الاولى تتخمر فعلا كتجيكم العجينه خفيفه. شوفوا كيفاش كيجي، كتجي خفيفه وساهله ما كتحتاجوش فيها لا دليك لا والو. هذا القرص هذا راه تيوجد في دقائق، انا ضفت هذه الكميه فقط من الدقيق غير باش نجمع، شوفوا غير باش نجمعوا هو كافيا ديال جوج دزلايف. وكي شفتوا ما كيحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه، حاولوا انكم تخليوه خفيف بهذه الطريقه. دابا هنا غادي نضيف واحد القطرات ديال الزيت كيف شفتوا، غير باش نخليها على الوجه ديالو باش ما يلصقش هكا، وغادي نجمع مزيان ندخلها صافي. وغادي نخليه يختمر للمره الثانيه. هاد الزيت هذا راه فقط ضفتوه على الوجه ديالو لاننا فعلا حتى حنا في الامن غادي نبداو نخدموا الكروس غادي نقطعوه بالزيت ما نقطعوش بالماء. صافي انا جمعت الكروس كيف شفتوا بطريقه سهله في 3 ديال الدقائق كيتجمع معكم، وغادي نغطي عليه للمره
الثانيه وغادي نخليه يخمر المره الثانيه. من بعد ما يتضاعف الحجم ديالو غادي نطلقاو هكا باش نكملوا الخدمه ديال هذا القراشي. ودابا بعد ما تضاعف الحجم ديالو شوفوا كيفاش ولا خفيف خامر مزيان. هنا غادي ناخذ واحد الصينيه غادي نوضع فيها ورق الطبخ باش ما يلصقش لينا الكروس لاننا تندهنوا بصفار البيض، وصفار البيض راه كتعرفوا انه كينزل عليه من جنب هكا باش كتبقى لكم حتى صينيه الطبخ ديالكم كتبقى نقيه وكتجيكم سهله في التنظيف ديالها. هذا اختياري يعني ما بغيتوش بلاش وراه ما تيلصقوش. كيف شفتوا غادي نحاول نخرج منه من الهواء بهذه الطريقه. كنوضع واحد القطرات ديال الزيت في اليد ديالي كنفز يدي بالزيت مزيان بحال غادي نخدموا الرغايف العاديين. صافي ندهن يدي باش ما يلصقش ليا فيهم وغادي نبدا نعمل الكرات القياس اللي بغيت انا. بغيتهم كبار غنديرهم كبار، بغيتهم صغيورين غادي نعملهم صغيورين، يعني نتوما اللي تتحكموا في هذا القياس ديال الكرات. صافي غادي نكمل انا بهذه الطريقه سهله. غادي حتى نعمر الصينيه ديالي، واللي اهم من هادشي كامل انكم ملي توضعوهم في الصينيه حاولوا انكم تخليوا الاتساع ما بيناتهم لانهم ملي تيخمروا راه تيعاودوا يقربوا على بعضياتهم كيجيو ملاصقين. انا من الاحسن انكم توضعوهم في الصينيه بعاد باش هكا ما يتلاصقوا لكمش ملي كيضاعف الحجم ديالهم. وكيف شفتوا طريقه سهله بالنسبه لهاد الكروس هادو، راه كيجيو فعلا كيجيو رائعين كيجيو مهوين. هانتوما شوفوا لي القوام ديال العجين كيفاش كيجي، هو ما كيتلصقش في اليد فقط غير كيبان لكم خفيف ولكن راه ما كيتلصقش. اللي عجبني بزاف ان هاد الدقيق الكامل اولا الزرع اللي زوين فيه انهم ما تيتدلكش نهائيا، ساهل في الخدمه ديالو. فرق ما بينه ما بين كتخدم بالدقيق الابيض اولا باي نوعيه اخرى ديال الطحين. كيف شفتوا انا كنوضع الكرات وكنحاول ندهن يدي بالزيت كيف قلت لكم. صافي وكنوضع الكرات ديالي، واللي اهم من هادشي كامل كيف قلت لكم في الفيديو انكم ضروري ما تخليو المسافه ما بين كل كره هكا باش ما يتلاصقوا لكمش ملي تيضاعف الحجم ديالو. صافي انا غندير هاد الكميه فقط غادي نخليها في هاد الصينيه، وغادي نجيب واحد الصينيه اخرى غادي نوضع فيها الكميه الاخرى هكا باش ما يتلاصقوا ليش ويبقى لي ما بيناتهم المسافه ويحافظوا على الشكل ديالهم. وكانت هذه هي اخر كره. دابا ما بقى لنا الا نمروا باش ندهنوهم. بالنسبه للتزيين انا كنزينهم قبل ما يخمروا لان ملي تيخمروا ما تنبغيش نبقى نقيس فيهم. صافي باش نخليهم محافظين على ديك الشكل ديالهم. دابا كناخذ كيف شفتوا واحد الصفر ديال البيضه، هذا اللي كنت خدينا البيض ديالو دخلناه في العجينه، الصفر حافظت عليه في الثلاجه وزدت عليه واحد شويه ديال الحليب هكا باش يحيد منه الجهد ديال الحليب ديال ريحه البيض. صافي وغادي نخلط مزيان وغنبدا ندهن هاد الكرات ديالنا. كيف قلت لكم انا كندهنهم قبل ما يخمروا لان دابا خصنا ضروري ما نخليهم يخمروا للمره الثالثه هكا باش يضاعف الحجم ديالهم عاد يمكن لينا ندخلوهم للفران. غادي نحاول انا ندهنهم كاملين، وفي هاد الاثناء انا راهما كنحس بهم انهم تيختمروا. انا وضعت الفران يسخن على درجه حراره 180، غادي نشعل عليهم بالمروحه وغادي نخليهم يطيبوا. بعد ما غادي نزين الوجه ديالهم بالزنجلان اولا تزينوهم حتى بالسكر كيجيو زوينين اولا بحبيبات ديال الشوكولا. يعني بالنسبه للتزيين وضعوا اللي بغيتوا، الزرارع اللي كيعجبوكم واللي تيبغيو الاطفال ديالكم عملوهم. الا ما كانوش كيبغيو الزرارع بحال بنتي انا كنوضع عليها السكر كيعجبوها غير بالسكر ما كتبغيش هي بزاف هاد الزرارع، ولكن الزرارع اللي كيكونوا لداخل كتاكلهم ولكن لك ملي كتشوفهم هكا على برا ما كتبغيهمش. وبالنسبه للكميه الثانيه اللي حضرات معايا غادي ندير ليها غير السكر على الوجه ديالها وكل شيء غادي نخليه يخمر حتى يضعف الحجم ديالو تقريبا واحد 10 ديال الدقائق بين ما سخنيت الفران. صافي وغادي ندخلهم لانهم راه هما فعلا كنحس بهم بداو تيختمروا بفعل ان الجو راه باقي حار. صافي نتلاقاو بعد ما يخمروا ان شاء الله. وكيف كتشوفوا الكرص ديالنا ها هو خمر. علاش انا كنقول لكم ما كنبغيش نقيسهم من بعد ما يخمروا عاد نزينهم، لان في ما ملي تيخمروا كتبدا تقيس فيهم بالفرشات ولا بشي حاجه كيبداو بحال كيتفشوا من بعض الجوانب وكيطيحوا. صافي انا كنبغيش نبقى نقيس فيهم هادشي علاش كنزينهم من الاول. صافي غير انفو تيخمروا تندخلهم الفران. دابا غادي نتلاقاو بعد ما يطيبوا ان شاء الله. شوفوا القرشل في الفران باقي ما كملوش الطيب ديالهم، انا حليت غير باش تشوفوا كيفاش كيتشقوا كيفاش كيحافظوا على الشكل ديالهم، وخاصه الا خليتوا ديك المسافه واخا تيكبروا يكبروا يعني ما تيحاولوا ما تيتقاسوش. القرشل بعد ما طابوا وتحمروا لينا مزيان شوفوا كيفاش كيجيو، وما نقول لكمش على الريحه ديال الزنجلان والنفع في الدار، يا سلام كيفاش كيجيو. هادو اللي زينتهم بالزنجلان
واللي كيف كتشوفوا كيفاش كيجيو، وهادو هما اللي زينتهم بالسكر هانتوما كيفاش حتى هما كيجيو، كيجيو رائعين. يعني الا كانوا الاطفال ديالكم كيف قلت لكم ما كيبغوش هادشي على الوجه ديالهم، عملوا لهم السكر اولا الشوكولاته راه تيعجبوهم بزاف، كيجي فيهم حتى هما المذاق رائع جدا. وضروري غادي نذكركم لو وصلتوا حتى لهنا اكيد ضروري ما تعملوا لايك للفيديو، وخليوا لي كومونتير واش حتى نتوما كتبغيو بحال هاد الوصفات ديال الدار حسن ما نشريوهم، لانهم ما ساهلين باش تشريهم، ولكن الا خدمتيهم بيديك كتحس براسك فعلا كتاكل شي حاجه نقيه وعارف اشنو فيها من الداخل. هاد القراش اللي هادو جربتوهم كونوا اكيدين انكم غيوليو عندكم ادمان، لان شي حاجه فعلا صحيه وسهله وما كتاخذش وقت، وفعلا كغوتي للوليدات اولا كغوتي في العشيه مع الناس العائله الاهل والاحباب راه فعلا رائعين جدا. كيغيروا لكم على الخبز بالنسبه للفطور اللي كيبغي يفطر بالقراش، راه هادو فعلا رائعين، تتعملوا فيهم الكونفيتور، تعملوا فيهم الشوكولا نتوما واش كتبغيو تعملوا معاهم. شوفوا كيفاش كيجيو خفاف رطبين، الريحه ديالهم يا سلام، لان فيهم داك النافع والزنجلان اللي خدمنا بهم كيعطيو فيهم ديك النسمه رائعه جدا. كتفتحوهم بهذه الطريقه، شوفوا ليا كيفاش كيجيو هشاش رطبين بزاف، راه ما نقول لكمش الرطوبيه ديالهم كيفاش دايره. غنفتح معكم وحده اخرى من الوسط، شوفوا كيفاش كيجيو محمرين كيجيو رائعين. غنحلها هكا من الوسط باش لبغيتو تعملوهم على شكل ساندويتشات راه كيتحلو معكم ساهلين، وكيكونوا مهويين، تعملوا فيهم البيض الفروماج الخس يعني الكفته كيف ما عجبوكم الطريقه، كيف قلت لكم اللي بغيتو تاكلوهم بها راه كيجيو رائعين جدا. شوفوا لي كيفاش كيجيو رائعين جدا، ما عندي ما نقول لكم. الوصفه سهله وصحيه هذا هو الاهم فيها، كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي في الراي ديالكم فيها في لي كومونتير. ما بقى لي الان الا نقول لكم بالصحه والراحه وشهية طيبه، وانتظروني في فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه الله ومع السلامه.